اسعد الله اوقاتكم متابعينا الاعزاء، انا حسين وهناك قناه نظره في عالم السيارات، واليوم عندنا تصوير لسياره جديده من كيا، هي الكيا كي 3 موديل 2024 المتوفره عند وكلاء شركه كيا في اقليم كوريسان شركه نم لتجاره السيارات. تعالوا يا اخي نشوف السياره. الكيا كي 3 هي من فئه السيارات السب كومباكت سيدان، يعني سيارات السيدان ذات الحجم الاصغر من الحجم المدمج. هاي السياره جت كبديله للكيا ريو، طبعا السياره صنع مكسيك. السيارة تأتي بتصميم جميل، سيارة من فئة السب كومباكت سيدان، يعني سيارات صغيرة سيدان، لكنه السيارة تنطيك تصميم كلش جميل. هنا شوفوا الواجهة الأمامية جاية بشكل هجومي، عندنا إضاءات LED حسب فلسفة كيا التصميمية الجديدة، LED نهاري، عندنا إشارة LED والإضاءة الأساسية أيضا LED، كذلك عندنا حساسات أمامية، وهنا فوق التايجر نوز أنف النمر وعلامة كيا فوقها. الشبك من فوق مقفل جاي بالبيانو بلاك، ومن جوا بفتحات تهوية كبيرة. التصميم الجانبي للسيارة أيضا جميل جدا، شوف هنا الويل يجي حجمه 17، الإطار 205/50، وشوف الإضاءة الأمامية شلون حلوة من الجانب الخطوط مالتها، وعندنا المراية منصبة على الدعامة ألف وبها إشاير LED، وفتحات الأبواب راح تكون بصمة، البصمات موجودة أو زر البصمة موجود على الأبواب الأمامية وعلى الصندوق. عندنا تطعيمات بالبلاستيك المضاد للخدوش على جوانب السيارة، طبعا السيارة جاية بتصميم فاست باك. هنا عندنا ايضا اريال شارك فين او زعنفة القرش موجود على السيارة، وعندنا هنا تصميم الصندوق الخلفي، الاضاءة الخلفية ايضا LED وخط ممتد بالكامل، والاشارة راح تجي هالوجين، وعندنا من الاسفل ايضا بروجيكتر خلفي وتطعيمات باللون الرصاصي على الدعامية الخلفية، طبعا حساسات خلفية، كاميرا رجوع خلفية، وعندنا هنا بصمة الكي 3. هسه خلينا نشوف صندوق السيارة، زر فتح الصندوق هنا صاير بشكل جميل ويا الكاميرا، ونشوف الصندوق. طبعا اللي يميز هاي السيارة هو صندوقها الكبير، مناطق التحميل الكبيرة، شوف هنا جوا الصندوق ايضا اكو سبير طوارئ. نشوف تصميم المقاعد الخلفية ايضا، تصميمها حلو، وعندك فتحات مكيف موجودة للناس قاعدة بالخلف، منافذ USB للشحن ومنطقة خزن صغيرة، عندك منافذ ايزوفيكس لتثبيت كراسي الاطفال، 3 احزمة امان واثنين بالامام راح تصير 5 احزمة امان. الباب يجي بي مناطق مغلفة بتنجيد بالجلد والاسفنج، وهنا قماش واسفنج بشكل حلو وعصري، مناطق خزن هنا، وهذا هو مقعد السائق، طبعا مقعد السائق والراكب الامامي تضبيط يدوي. تصميم المقعد جميل، جايب تصميم رياضي بجوانب ساندة كلش حلو. عندنا هذا المسند اللي بالنص تقدر تقدمه وتأخره، طبعا جوا ايضا اكو منطقة خزن صغيرة. الستيرن ايضا جايب شكل حلو يشبه تصميم الستيرن اي في 6، حتى الداشبورد، وهنا تصميم مثل الشاشات متصلة، لكنه هاي 10.25 وذيك 8 إنش، والستيرن تحكم جهتين، تحكم مثبت سرعة وتحكم بالميديا والتليفون والأوامر الصوتية. هنا السيطرة على الأبواب والسنتر لوك، السيطرة على المراية الجانبية، حتى المراية الجانبية الطي كهربائي، ومناطق خزن أيضا موجودة، ومنها جزء عندنا السيطرة على التراكشن تقدر تطفيه وتشغله، وهنا تضبيط ضغط الإطارات. نشوف هنا تصميم الداشبورد، طبعا شاشة المعلومات الموجودة هنا يعرض لك إعداد الرحلات وكذلك RPM وحرارة المحرك وخزان الوقود، وعندنا هنا شاشة من كيا اللي هي شنو؟ اللي هي بها اتجاه القبلة والأبل كار بلاي والأندرويد أوتو والمذكرة الصوتية بعض التضبيطات، وعندنا هنا سيطرة على الشاشة الأمامنا، زر الفلاشر، فتحات المكيف جاية هنا بشكل أنيق، والفتحات الأخرى مندمجة ويا الديكور أيضا بشكل أنيق. وهنا حكينا سيطر على اوامر الشاشه، وهنا سيطر على المكيف، كلها ازرار، منفذ 12 فولت، وكذلك عندنا هنا USB عادي USB تايب سي وجداحه، منطقه خزن ومنطقه خزن اخرى هيك تقدر تخلي موبايلك، زر التشغيل الذكي البصمه هنا صاير، وكذلك عندنا الحساسات امامية تشغله وتطفيه، والكاميرا ايضا تقدر تشغله وتطفي منها. شوفوا هاي الكاميرا جودتها جيده وبها بروجكتري لاينز، وعندنا هنا مقبض الجير جاي بشكل حلو كلاسيكي، وعندنا هنا ايضا الهاند بريك، والتشكمكه ايضا حجمها جيد. وهذا هو محرك السياره، المحرك المحبوب المعروف عندنا بالعراق اللي نسميه دوش، وهو ما له اي علاقه بالدوش، هو اسمه DOHC دوال اوفر هيد كام شافت، بس بالسوق يسموه دوش. محرك MPI 1600 سي سي، 4 سلندر، 123 حصان، 154 نيوتن متر. المحرك مربوط على جير اوتوماتيكي تبترونك من 6 سرعات، نظام الدفع بالعجلات الاماميه، الصرفيه مالته كلها ترى بنزين، تمشي سياره 16.6 كيلومتر. حجم خزان الوقود راح يكون عنده 45 لتر. الحلو بهذا المحرك
يشتغل على البنزين العادي. أنا فولت السيارة بنزين عادي والسيارة تركض ما بيها أي مشكلة. وهسه قعدنا بالسيارة وراح نطلع تيست درايف. يلا تعالوا. يا الله، خلينا نبدأ تجربة قيادتنا للكيا كي 3 الجديدة موديل 2024. طبعا هاي شغلة غريبة تشوفها، أول مرة أبدأ تجربة قيادة أقعد بالمقاعد الخلفية. أنا تقصدت أسوي هذا الشيء حتى نشوف جودة أنظمة التعليق. هاي السيارة تأتي بأنظمة تعليق أمامية ماكفرسن وأنظمة تعليق خلفية تورجن بيم، فقلت السايق مو فقط هو اللي يستمتع بالراحة، خلينا نشوف الركاب اللي وياه يستمتعون بالراحة. فهاي أول مرة تسوي هذا الشيء. وطبعا وصيت السايق أنه يأخذني بشوارع بها طصات وبها حفر حتى نشوف جودة أنظمة التعليق. فتشوفون جان نفتر بمنطقة سكنية وفروع ضيقة مرات وأكو طصات، حتى أشوف شلون السيارة تتعامل مع الحفر والمطبات. يعني أنا الحدثة بالرغم أنه أكو طصات أنا مرتاح قاعد. طبعا جودة الركوب اللي تقدمها سيارات يشترك فيها كل من أنظمة التعليق وجودة الكراسي. الكراسي مال هاي السيارة جودتها ممتازة بصراحة بالنسبة لفئتها. طبعا احنا لما نحشي على هاي السيارة راح نحشي على سيارة في هاي الفئة. هاي السيارة بديلة الكيا ريو، فما اريد تفهموني غلط وتقارنوها بالكيا كي 5 مثلا، لا احنا نحشي على سيارة فئة صغيرة. جاي نفطر هسه بالفروع وبالطصات، الامور طيبة وما عندي مشكلة. وطبعا جبت وياي كوشة من ليش، لانه السيارة ما بيها مسند بالنص بالمقعد الخلفي، فاذا تريد تاخذ راحتك وهيجي تقعد قاعدة مريحة لازم تجيب وياك الكوشة مالتك. طبعا بالنسبة لمقاعد الصف الخلفي ايضا مساحات الجلوس خلينا نحكي عليها، ايضا مساحات الجلوس محترمة. يعني سيارة فاست باك مساحة الرأس مساحة الارجل كلش زينة، وكذلك عندك البيت الزجاجي او يعني جامات السيارة كبيرة وحلوة، فتقدر تستمتع بالرحلة تشوف المناظر وانت تمشي تشوف المدينة. وخلينا ننتقل للجزء الوسطي للمقعد. طبعا الارتفاع الموجود ببدن السيارة بالنص عادة هنا كلش قليل، فما مأثر على جودة الركوب. هسه أنا قعدت بالمقعد الخلفي الجزء الوسطي. بصراحة الجزء الوسطي أيضا يعني شوية أعلى من الجزئين البقية، لكنه ما مأذيني، أنا قاعد مرتاح. يعني ثلاث أشخاص يقدرون يقعدون بالمقعد الخلفي للرحلات القصيرة والمتوسطة ما عندهم مشكلة. أحكي لكم على شعور القيادة. طبعا شعور القيادة يشمل شنو؟ يشمل وضعية الجلوس، شلون وضعية جلوسك داخل السيارة، يشمل مساحات الرؤية، يشمل أيضا شعور الاستيرن، شعور أنظمة التعليق وراحة الركوب. بالنسبة لوضعية الجلوس بها السيارة بصراحة وضعية جلوس حلوة. السيارة شكلها سبورت وفانكي وأبعادها زينة، تقدر تفتر بها داخل الازدحامات بكل أريحية، لأن طول السيارة تقريبا 4 متر و54 سنتيم وعرضها 176 سنتيم وارتفاعها 147 سنتيم. فهاي الأبعاد لسيارة استخدام يومي داخل مدينة، سيارة من الفئة الأصغر من المدمجة، تعتبر أبعاد جيدة، أبعاد مو قليلة طبعا لأنه قاعدة العجلات فوق 260 سنتيم. فأيضا الكابينة أيضا مساحات الجلوس بها مريحة. الشغلة الأخرى بتجربة القيادة استيرن السيارة. طبعا استيرن السيارة هو أبرز نقاط القوة فيها. استيرن السيارة جاي بتضبيط رياضي دايركت مباشر كلش حلو استجابته، وينطيك متعة قيادة خاصة لما تناور بالسيارة بالازدحامات. أما أنظمة التعليق، أنظمة التعليق يعني إحنا لما نحشي على هالسيارة نقارنها ويا فئتها، فلا تفهموني غلط، أنا أقارنها ويا الهيونداي أكسنت، أقارنها ويا التويوتا يارس ويا النيسان سني، هاي المنافسين مال هالسيارة، فمو تفهموني غلط تروحون تقارنها ويا سيارة أكبر. فأنظمة التعليق كسيارة اقتصادية من الفئة الصغيرة تعتبر جيدة. السيارة تتعامل مع الحفر والمطبات بشكل جيد، لكنه تحس بصوت الحفر والمطبات لما تفوت بها، لكنه ما يزعجك هذا الشيء، يعني ما يأثر على راحة الركوب، فقط تسمع صوت. وكذلك ثباتها لحد معين لدرجة معينة ثباتها جيد. وطبعا هاي السيارات مو مال سرعات عالية، لأن نظام التعليق الأمامي ماكفرسن، نظام التعليق الخلفي تورجن بيم. فأنت إذا هاي السيارة تمشي بها بسرعات عالية وتأخذ بها ملفات، هاي الشغلة تكون خطأ، أنت رايح غلط بهالاتجاه. هاي السيارات هي مصممة أن تعطيك راحة ركوب واقتصادية بالصرفية. طبعا حكيت لكم على أنظمة التعليق وعلى الاستيرن وعلى مساحات الرؤية الموجودة بالسيارة. بقى أذكر لكم مساحة الرؤية الخلفية. بصراحة مساحة الرؤية الخلفية يعني هي السيارة لأنه فاست باك شوية
الدشبول الخلفي اذا تشوفون هسه ورايا الدشبول الخلفي جاي عالي. اول مره سكت السياره قلت ها شنو، احتمال ظهر السياره يكون عالي ما اشوف السيارات اللي ورايا، لكن ابعاد السياره لا تساعد، وعندك المرايه الجانبيه ايضا تساعد بهذا الموضوع. هاي السياره ايضا بها حساسات خلفيه واماميه وكاميرا رجوع خلفيه، هاي ايضا كلها تساعدك انه تبرك السياره وترجع بك بكل امان. نحكي هسه على نظام الدفع الموجود على السياره. طبعا اداء المحرك والجير بالنسبه لهذه الفئه يعتبر اداء متزن، وهذا الجير التبترونيك الجاع السيارة من الأجيال القديمة من نواقل الحركة اللي تستعملها هيونداي وكيا، فهو يعتبر جير اعتمادي شوية بطيء بالنقلات لكنه اعتمادي ما بي أي عيب، عمره طويل، ينطيك الوظيفة المطلوبة منه للاستخدام اليومي من النقطة ألف إلى نقطة باء وبأقل المصاريف. شباب خلينا نشوف العزل الصوتي للكيا كي 3 موديل 2024 الشكل الجديد. هسه اني مثبت السرعه على سرعه 100، شوفوا لي عداد السرعه وشوفوا لي العزل الصوتي. شفتوا العزل الصوتي بحدود السبعينات، 70 71 72. طبعا هذا العزل الصوتي وهذا المستوى من الضوضاء يعتبر طبيعي جدا بهيجي نوع من السيارات، سيارات من الفئة الاقتصادية. وهسه راح اقيس لكم كفاءة مكيف السيارة، بس اول مرة شوفوا لي درجة حرارة المحيط ايش قد برا، درجة الحرارة تقرا 41 درجة، وهسه راح نشوف المكيف. شوفوا هنا عندنا ايش قد يقرا، 6.8 درجة، هذا الداخل دكت التكييف. نحكي لكم على مواصفات الامان بالكيا كي 3. طبعا مواصفات الامان بالسياره بيسك، طبعا راح يكون عندنا ايرباغات اماميه 2، وراح يكون عندنا الاي بي اس، وكذلك عندنا نظام مراقبه ضغط الاطارات، وكذلك حساسات اماميه وحساسات خلفيه وكاميرا رجوع خلفيه، بالاضافه الى 5 احزمه امان. متابعينا الاعزاء، لهنا واني وصلت لنهايه الفيديو، وانت اذا وصلت وياي لهذا الحد فاحييك، واريد منك انه ما تنسانا انه تدعم القناه باللايك والشير، لانه صناعه هيجي فيديوهات هوايه بها تعب وهوايه بها جهد، واذا ما مشترك وياي بالقناه اشترك حتى يوصلك كل ما هو جديد في عالم السيارات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.